وهلا الطلاب الحلوين رح نقوم بعد من 1 لـ10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان مرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ودرسنا اليوم رقم 6. خلونا نعد مع بعض الأشياء المعدودة لدي. عندي نعد كم مغلف، 1 2 3 4 5 6. إذن عدد المغلفات 6. عدد المغلفات 6. هلا بنعد مدريات الشاي، 1 2 3 4 5 6. كم عدد مدريات الشاي؟ 6. كم عددها؟ 6. هلا بنعد حبات التمر، 1 2 3 4 5 6. كم عددها يا طلاب الحلوين؟ أحسنتم، 6. كم عددها؟ 6. 6. وهلا يا طلاب الحلوين راح نشوف كيفية آلية كتابة رقم 6، وهي كالآتي. أنا عندي النقطة، بلش من أول سطر من فوق، بنزل خط مائل كأني أكتب حرف السي معكوس، وبطلع لفوق وبعمل دائرة. كمان مرة، هاي النقطة عندي، بلش من فوق السطر، من أول سطر من فوق، بنزل خط مائل على شكل نصف دائرة، وبطلع لفوق وبسكر الدائرة. هذا الرقم 6. هلا الواجب المطلوب منك يا صغيري أن تكتب بقلمك الجميل رقم 6، وهو كالآتي. كمان مرة بنرجع نكتب للتأكيد. النقطة عندي بتبلش من فوق السطر، بنزل خط مائل وبمشي على السطر وبرج تسكرها على شكل دائرة. 6. ضع دائرة حول رقم 6. هاد رقم 6؟ حسنتم، لا، هاد رقم 6؟ ممتاز، نضع عليه دائرة. هاد رقم 6؟ لا. هاد رقم 6؟ أحسنتم، نقوم بوضع الدائرة عليه. وهكذا. إذن درسنا اليوم كان رقم 6. 6. 1 2 3 4 5 6 6 6. ويعطيكم العافية.